انا اللي انا عايز اقوله هنا بس ليكم في مصر وانتم بتسمعونا، الحكومه بتشتغل والله ليل ونهار عشان معدلات النمو اللي احنا كنا بنحلم بيها واللي تاثرت كثيرا بالظروف اللي احنا فيها ديت، احنا مصرين على ان احنا نشتغل بنفس المعدلات ويمكن زياده، بس انتوا لازم تبقوا معانا وتساعدوا معانا.